وضمن جهودها المستمرة تقوم إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع والدفاع المدني والمرور واتخاذ الإجراءات المناسبة لتقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين والزوار. تقوم إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بجهود مكثفة للتعامل مع تداعيات الأمطار، وذلك من خلال التنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع والدفاع المدني والمرور باتخاذ إجراءات من أجل تقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين والزوار واتخاذ ما يلزم بخصوص البلاغات ذات العلاقة. وقد تلقت غرفة العمليات الرئيسية حوالي 35 بلاغ تتراوح بين الحوادث البسيطة وتعطل المركبات، كما تدعو غرفة العمليات الرئيسية المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الوقائية أثناء فترة هطول الأمطار، وعدم التردد في طلب المساعدة عن طريق الاتصال على خط الطوارئ 999. تقوم دوريات النجدة بإدارة العمليات بجهود مكثفة ومستمرة في مواجهة تداعيات وبلاغات الأمطار، وكما أن دوريات النجدة منتشرة على جميع محافظات المملكة لأخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الجميع، وكما ندعوهم لأخذ الحيطة والحذر في ظل هذه الأجواء وعدم التردد بطلب المساعدة من الدوريات المنتشرة أو الاتصال عبر 999. تدعو الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات السلامة عند عدم استقرار الأحوال الجوية وهطول الأمطار ووصولها إلى داخل المنزل، حيث يجب نقل الحاجيات الضرورية إلى الطابق العلوي وقطع التيار الكهربائي عن المنزل، عدم التعامل مع الأدوات والأجهزة الكهربائية المبللة، استخدام المصابيح التي تعمل بالبطارية والإبلاغ فوراً عن خطوط الكهرباء والماء المعطلة، تجنب الوقوف بالقرب من مصادر الكهرباء. للمساعدة اتصل برقم الطوارئ 999 مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.